بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي الأعزاء، أهلا بكم. في الفيديو ده عن الترم، كل هدفنا من الفيديوهات والأسئلة دي إن احنا ندربك على نوعات مختلفة من الأسئلة اللي انت إن شاء الله هتواجهها في امتحان الترم، سواء بقى كانت أسئلة مقالية أو أسئلة اختر. أنت عارف إن في جزء هيجي لك على كتاب اختر، وفي جزء آخر مقالي، فأنت لازم تكون متنوع في حل الأسئلة، وما تعتمدش بس على الكتاب الخارجي، لازم يكون كتاب المدرسة هو الأساس بالنسبة لك في المذاكرة وفي حل الأسئلة. وإحنا كمتخصصين في الكيمياء على مستوى الإدارة هنحاول نجيب لك كل الأفكار الجديدة في الأسئلة المتاحة والمتوقع نزولها في الامتحان القادم. وكل هدفنا إن كل طالب، وخصوصا الطلبة اللي هتكمل في الشعبة العلمية، تبعد عن الحفظ من غير فهم. احنا يهمنا في الكيمياء في اجزاء طبعا هتحفظها زي الرموز الكيميائيه طبعا عشان كتابة المعادلات دي لازم تحفظها، ولكن في جزء مهم جدا برضو لازم تفهمه عشان تعرف تواصل المسيره، لان اهم حاجه تبقى خارج من الثانويه العامه في المجال العلمي جاهز لاي كليه، سواء بقى كليه طب، هندسه، صيدله، او اي كليه اخرى، وانت فاهم الماده، بحيث ان انت تقدر تواصل بعد كده. وعاوزين طبعا كل هدفنا برضو نلاقي طلبه في المرحله الثانويه بيقدروا يبتكروا ويناقشونا في بعض المحتوى التعليمي اللي انت بتاخده. مش عايزين الطالب يبقى جامد، يبقى متعود بقى على نظام التلقين والحفظ زي نظام المرحله الاعداديه، عاوزين الطالب يكون فاهم الماده ويعرف برضو اهميتها وهو بيدرسها ليه، مش مجرد ان انا بدخل امتحن وخلاص. لا، الكيمياء طبعا مادة مهمة جدا وبتساعد في رقي الجنس البشري عموما، وده هتشوفه خلال دراستك في السنوات القادمة ان شاء الله. وبتمنى ان انت تواصل معايا، وفي نفس الوقت هنديك امتحانات الكترونية عشان تتعود. وكل طالب طبعا حل مثلا مش مظبوط او اثر في الامتحان، هنديله فرص تانية من خلال الامتحانات الالكترونية اللي انا هسيبها لك في صندوق وصف الفيديو. بتمنى ان انتوا تستفيدوا، واحنا عاوزينكم بس اهم حاجة تفرحوا اهاليكم سواء طلبة او طالبات، لان كل همنا كاولياء امور ومدرسين ان احنا نخرج جيل يعتمد عليه فيما بعد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.